الرفيق يقصر الطريق، عرض قدمه الممثل والحكواتي الإيرلندي جاك لينش في مهرجان حكايا لهذه السنة. العرض تضمن عددا من القصص من التراث الإيرلندي الشفهي والتي حاول لينش أن يستقيها من أرجاء العالم كافة. Well, first of all, I think a storyteller has to be a good listener. That's really important, you know. And then you know, storyteller must love stories, you know, and to like audiences, to like people, you know. جمهور كبير حضر العرض من كافة الفئات العمرية والذين أثنوا بدورهم على أسلوب لينش الشيق في القص. في ممكن شيء مميز حتى يعني اللهجة تاعها حبيته كمان، يعني هاللهجة جديدة عندي. كان كتير حلو إنه قصص شعبية من أيرلندا، يعني بس تيجي من هناك، فريدة من نوعها. أما في ختام المهرجان فقد قدم الموسيقي الفلسطيني مروان عبادو عرض روشنة، وهو عنوان اسطوانته المنفردة الأخيرة. عبادو حاول خلال عرضه أن يمزج النص الشعري بالأغاني فترافق الموسيقى الشعر. لبرنامج دنيا يا دنيا، إيلين يوسف.